القضية اللي بنتحدث طبعا عنها الآن هي نشرت في صحيفة عكاظ معلومات يعني خطيرة أمانة حول الوضع الصحي في الطائف. التفاصيل المؤذية اللي بذكرها وبحاول أرتب القصة. طبعا قبل فترة قريبة وتوفيت سيدة متأثرة بعملية تكميم. هذا الأمر فتح قضية في نفس المستشفى، أيضا نفس الطبيب الذي أجرى العملية، قضية قبل سنتين إلى الآن لم يتم التوصل إلى حكم فيها، أو طبعا يعني توه ترجع إلى الواجهة. إضافة إلى أن اليوم استمر نشر الخبر بأن نفس المستشفى هناك حالة لسيدة نجت من الوفاة بعد أن حصلت لها مضاعفات في عمليات التكميم. وين الخطورة؟ أنه في الطائف لا يمكن لأي مستشفى أن يجري هذه العمليات إلا أن يكون مجهزاً، وما في إلا مستشفيين، أما هذا المستشفى غير طبعاً هذين المستشفيين. يعني هنا الخطورة، والخطورة أن الطبيب اللي قبل سنتين تسبب في وفاة سيدة بخطأ طبي هو من يقوم بالعملية مرة أخرى. والخطورة الأكبر أنه اليوم يطلعنا الخبر عن وجود طبعاً سيدة وهي مهندسة تبلغ من العمر 27 عاماً نجت من المضاعفات. أسئلة كبيرة توجه بكل تأكيد لكافة الجهات والأطراف، والحديث بالنسبة لوزارة الصحة أنه سعانا يكون رأيها موجود، لأنه إحنا ما نتكلم عن حالة شخصية وذهبت إلى التقاضي وأيضا خرج هناك حكم، لا، إحنا نتكلم عن خطر يهدد المنطقة فعليا. إذا صحت هذه المعلومات عن هذه الثلاث حالات من نفس المستشفى وأيضا من نفس الطبيب، تواصلنا مع وزارة الصحة، يعني الزملاء في الإعداد يبلغوني أن الشؤون الصحية بالطائف تقول لهم والله تواصلوا مع متحدث الوزارة، لديهم طبعا الرد، ومتحدث الوزارة يقول للشباب تواصلوا مع الشؤون الصحية. إحنا متأكدين أنهم يتابعون الآن ونخليهم يتخذون القرار في من يتواصل معنا، لأنه كافة الأصوات مكفولة في طاولة الراصد. ينضم إلينا هاتفيا طبعا الأستاذ عبد الكريم جابر وهو زوج المتوفية. حياك الله أستاذ عبد الكريم، طبعا المتوفية قبل عامين، صحيح أستاذ عبد الكريم؟ نعم نعم، حياك الله أخي عبد الإله، والله يعطيكم العافية. ولأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أولا أقدم شكري وامتناني واستضافتي في قناة الأخبارية المرصد، وكذلك أقدم شكري للأخوان في جريدة عكاظ الذين ساهموا وتفاعلوا معي في نشر قضيتي حبيسة الأدراج منذ عامين وثلاثة أشهر في اللجنة الشرعية في الطائف، وشاكر ومقدر لك والله يا عبد الإله. الله يحييك ونخوك، والله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته. الحديث عن هذه القضية يعني إن شاء الله في بداية القضية وحتى أن تعلق أيضا في اللجنة الشرعية، لماذا هي معلقة؟ تفضل أعطينا من البداية إلى أن وصلنا إلى التعليق. والله البداية أول ما تعرفنا على هذا الطبيب باسم عثمان عن طريق سناب شات خاص، له سناب شات وله سكرتيرة كانت تدير وجروب وتروج للدكتور هذا، وإنه يسوي عمليات في مستشفى الأمين وإن عملياته ناجحة. فتعرف زوجتي رحمة الله عليها لا كانت تشتكي لا من سكر ولا من ضغط ولا من أي شيء، الحمد لله اللهم تعاني من السمنة. فأصرت علي أن لازم تسوي عملية التكميم، وأنا والله كنت رافض صراحة في البداية، ولكن قدر الله ما شاء فعل، رحنا سوينا العملية تكامل نحن والطبيب. طبعا هو في مستشفى خاص، هذا الطبيب أعلن لاسمه أنه موجود في هذا المستشفى الموجود في الطائف. نعم نعم، في مستشفى الأمين في الطائف، بس بدون ذكر الأسماء أستاذ عبد الكريم. طيب أبشر حبيبي، لأن المشكلة زوجتي راحت والله يرحمها، توفت وصارت إلى رحمة الله. المشكلة فالناس اللي بعدها الحين قاعد يسوي لهم عمليات، منهم توفى زي ما تفضلت الحين وتكلمت في الموضوع هذا، ومنهم الحمد لله اللي ربي ناجاه. فقابلت الدكتور واتفقنا على إجراء العملية، على الرغم أني كنت متخوف، وقلت له حتى أني في أثناء العملية قابلت قبل العملية وقلت له يا دكتور إذا كان في ضرر على زوجتي أو شيء بلاش من العملية هذه، تقدر إن شاء الله تسوي حمية. وتقال لا عادي، الوضع بسيط إن شاء الله، والعملية إن شاء الله ما تخوف، وأنا سبقا سويت عمليات. أقنعني صراحة الطبيب، فسوينا لها العملية. بعد العملية طلعت للغرفة، في أثناء ما هي موجودة في الغرفة حسيت أنها ما هي طبيعية، يجيها نقص في الأكسجين. فكلمت الطاقم اللي موجود، قلت كلم الطبيب خلوه يجي يصير يشوف زوجتي عندها نقص في الأكسجين وحالتها الصحية ما هي مطمنة صراحة. قال والله الدكتور سافر خارج المملكة، هل يعقل أنه يسافر الدكتور والمرضى عنده في المستشفى؟
أرسلوا لي طبيب ثاني، هم اللي قام بالعملية طبيب السعودي هذا ومعه واحد سوداني، فأرسلوا لي الطبيب السوداني شاف زوجته قال لا ما عندك مشكلة بسيطة ولا موضوع بسيط، سووا له أكسجين. بعدين قعدت في المستشفى تقريبا حوالي 5 أيام والوضع ما مطمن. بعدين قال لي لا خلاص خرجها للبيت وخليها يمكن ترتاح بالبيت هناك، أعطوها مشروبات وعصية طازج وحاجة زي كذا. ففي البيت حسيت أنها تجي حالة إغماء، فاتصلت على الطبيب جاء من السفر، اتصلت عليه قلت يا دكتور زوجتي جاء حالة إغماء، قال جيبها للطواري عندي. جبتها للطواري كشف عليها شافها قال وضعها طبيعي ما في مشكلة، خلاص رجح على البيت وإن شاء الله أن الأمور تزين معها زي ما قلنا لك، أعطيها العصيرات رجعت للبيت حقي. في الليل تعبت الفجر كذا فجأة حسيت أنها ما هي طبيعية، في نفس اليوم اللي قال رجعوها ما فيها للعافية ونفس المستشفى ها؟ نفس المستشفى اللي أخطأ بداية هو اللي قالك ما فيها للعافية ورجعها. إيه نعم نعم الطبيب نعم الطبيب وديت للطوارئ عنده نفس المستشفى الخاص هذا، وقابلت الطبيب وقال لي تعال في الطوارئ وتواصلت معاه هو والطبيب الثاني السوداني، فتقابلت أنا في الطوارئ وشافه وكشف عليها قال لا وضعها ما في مشكلة. طيب وبعد ذلك أستاذ عبد الكريم يا حبيبي، وبعد ذلك بعد ما رجعت تعبت؟ أيوة تعبت بعد ما رجعت تعبت حسيتها آخر الليل جيت شفت لقيتها جالسة حاسة بآلام في بطنها. إيش فيك يا بنت الحلال؟ سلامات؟ قالت والله ما أدري أحس أنا تعبانة بطني ويجعني آلام في العملية من هنا. فجأة كذا دخلت في غيبوبة، اتصلت على الهلال الأحمر الله يجزاهم بخير ما قصروا، جاوني أطباء وجاوني كشفوا عليها حولوا مستشفى الأمير منصور وتوفت رحمة الله عليها في مستشفى الأمير منصور. وأثبت أنه سبب الوفاة إيش؟ والله قالوا بالنسبة للتقرير اللي طلع قالوا توقف قلب من أثر عملية التكميم هذه، لأن مستشفى يوم وديت الأم قالوا هذه عملية التكميم صعبة صراحة شوية وحنا ما عندنا ملف والملف في مستشفى الأمين هناك. فهي فالظاهر الله أعلم أنها في أثناء ما عندي في البيت هنا هي توفت رحمة الله عليها. الله يغفر له ويرحمها. طيب ليش تعلقت القضية؟ أولا خليني أسألك الصحة كيف تفاعلت معك، وهل هل أبلغوك أنه هالمستشفى ما يحق لنا يسوي عمليات تكميم؟ وايضا لا ابدا 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 ما ابلغوني بالكلام هذا مره نهائيا، فاتصلت انا على الوزاره على 937 وخبرتهم بالقضيه كلها وحول الشكوى حقتي للشؤون الصحيه في الطائف. راجعت الشؤون الصحيه في الطائف لقيت المعامله حقتي يقاذفونها بين الاطباء، بين طبيب سوداني ما يبغى يستلمها وبين طبيب سوري، كل واحد يقول لا ما عندي. قلت يا اخواني ما يصير الكلام هذا، يا انكم تستلمون معاملتي وتبدون في الاجراء والتحقيق ولا اني رجعت المدير الشؤون الصحيه دحين. اجبر السوداني صراحه باخذ القضيه حقق معايا واخذ المعلومات من عندي كلها وكلمت بل الوضع كله كما يكون وقلت لي يا اخي زوجتي توفت رحمه الله عليها، انا خايف دحين على الناس اللي دحين الدكتور قاعد يسوي عمليات لهم. يعني في اثناء زوجتي سوت العمليه في وحده معها سوت العمليه وتوفت. طيب رحمه الله استاذ استاذ عبد الكريم دفنناهم في يوم واحد. اعطوك المستشفى التقارير الخاصه بعمليه زوجتك؟ لا ابدا ما اعطوني ولا شيء ولا حصلت على شيء مره نهائيا. الادوار التحقيقيه بس هذه من قامت بها انت اللي تروح تراجع فيها ولا وزاره الصحه هي المفترض انه والله تلتقي بالاطباء توقفهم عن العمل وتحيل الى اللجنه الشرعيه؟ لا ابدا انا والله اللي قاعد اراجعها ومعاملتي مره تروح لمكه ومره تروح لجده مره تروح للمستشفى في مستشفى الامير سلطان يقولون احنا ما نعرفين هذا خلال كم 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 استمرت المعامله بالنسبه لوزاره الصحه قبل ما تروح للهيئه الشرعيه؟ والله دحين هي لها في اللجنه الشرعيه تقريبا 8 شهور. عند اللجنه الشرعيه؟ نعم عند اللجنه الشرعيه اخر مطاف وصلت للجنة يعني الشرعية. تقريبا سنه وستة شهور بقت عند وزاره الصحه. نعم 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 عند الشؤون الصحيه. قلت يا اخواني ما يصير الكلام هذا، يعني 2 و3 شهور يعني معلقه قضيه ما اعطيتوني لا ابيض ولا اسود، لا قلتوا لي اي وان الطبيب مخالف ولا قلتوا لي ولا كفيتوا الطبيب هذا شر على الناس اللي يعني. طيب انا اكيد انه يحصل مشاكل بعد زوجتي. طيب هو المفروض انه موقف عموما يعني دام انه مثبت وجوده بهذا الخطا. اللجنه الشرعيه حضرت جلسات ولا لسه؟ حضرت جلسة في تاريخ 19/7 وحضرت مع القاضي وحضر الدكتور وحضر الأطباء وشاف القاضي المعاملة طالع فيها وطالع فيها وقلت يا فضيلة القاضي المعاملة أنا موجودة عندك
والتحقيق موجود عندك، لكن ما بت فيها حقي اللي انا دليت به كله موجود عندك. قال لي والله يا اخي ما ادري، لا احنا بنحولها للرياض. قلت يا اخي المعامله لا، فالحين راحت مكه وراحت جده. طيب. وتبى ترجعونها الرياض مره ثانيه. طيب قفل الملف وقال بس ما بت باي حكم حول قضيه زوجتك. ها حتى الان لم يبت فيها، لسه هي في طور الاجراء عند اللجنه الشرعيه. ها ابدا ما بت. طيب. فيها موجوده في اللجنه. رجعت اللجنه كذا مره، قال لي يا حبيبي انا عندنا في الدراسه. خليك معنا ولا نعم. شيء للان خليك معنا استاذ عبد الكريم. ينضم نعم الينا نعم. الكاتب الصحفي والمحرر في صحيفه عكاظ الاستاذ ماجد النفيع. استاذ ماجد حياك الله وانا اخوك. يا اهلا وسهلا فيك اخوي عبد الله، حياك الله وبجميع المستمعين. الله يحييك استاذ ماجد. يعني بامانه هذا التقرير فيه معلومات صادمه. نتحدث عن ثلاث حالات، حاله صار لها سنتين وهو يراجع اخونا عبد الكريم وكما تحدث، ايضا حاله اخرى توفيت لدى نفس الطبيب ونفس المستشفى، واليوم نتحدث عن حاله نجت من الوفاه. هل فعلا صحيح انه نفس الطبيب ونفس المستشفى من قاموا بكافه هذه الاجراءات؟ اكيد اكيد اخوي عبد الله، مثل هذه العمليات يعني صحة الطائف أعلنت فيها وبتصاريح رسمية وبيان رسمي متحدث الرسمي بخصوص السيدة الثلاثينية وزوجة كذلك الأخ عبد الكريم وأيضا المهندسة، ثلاث حالات، يعني حالتين توفيت وحالة نجت، يعني كلها في مستشفى خاص واحد وبذات الطبيب. طبعا لو جينا نتكلم عن العمليات التكميم وفقا لإعلان صحة الطائف أنها لا توجد إلا في مستشفيين اللي هو الملك عبد العزيز التخصصي وحدة السمنة وفي مستشفى القوات المسلحة بالهدى. لكن المثير في الموضوع أن هذه العمليات قيمت في وضح النهار، يعني في مستشفى خاص في وضح النهار، يعني يستطيع أبسط مراقب أن يقوم أثناء جولته بالكشف عن هذه العمليات إذا كانت غير مرخصة. يعني طبعا نحن لا نتكلم عن رخصة الطبيب نفسه أو ما شابه ذلك، نتكلم عن ترخيص العمليات هذه. وزارة الصحة أو بالأحرى صحة الطائف ذكرت بالبنط العريض أنه لا يوجد أي مستشفى خاص بالطائف يجري هذه العمليات، بل الآن هي تحركت لمحاولة يعني البحث عن أي عمليات أخرى تقام سواء تكميم أو غيرها بالتعاون مع الجهات الإعلامية أو المواطنين للإبلاغ على الرقم الخاص بالوزارة في البلاغات. طيب الطبيب أستاذ ماجد، الطبيب مش المفروض أنه موقف على ذمة القضية الأولى حتى يبت فيها؟ مش هذا النظام أكيد. بالنسبة للوزارة هو بحسب تصريح صحة الطائف أنه الفريق الطبي كاملا موقف، يعني ليس الطبيب الحالة. طيب وشون قاعد يسوي عمليات؟ هو سوى العمليات. العمليات هذه تراها سابقة، يعني ليست حالية، العمليات هذه سابقة يعني، ولكن توالت القضايا ظهرت واحدة تلو الأخرى والمواطنين يعني بدأوا يعني يتحرون عن قضاياهم في صحة الطائف لمتابعة الإجراءات النظامية حولها، وبالتالي ظهرت على السطح مشكلة للأمانة كشفت لدينا أن هناك ضعف رقابي في متابعة ما نعم. يدور في المستشفيات الخاصة. نحن لا نقلل من شأن وزارة الصحة ولا من صحة الطائف، لديهم جهود ولديهم أعمال، ولكن ينبغي أن يكون هناك جهد كبير لوقف مثل هذا النزيف الدموي الذي يصير للمواطنين ويحدث للمواطنين. أستاذ ماجد، العمليات هذه اللي قيمت في يعني في عيادات معروفة يعني مكشوفة، يعني ليست عمليات تقام في الخفاء، عمليات ظاهرة. لو تسأل المواطن الكريم أثناء وجوده خلال العملية أو خلال المراجعة راح بالتأكيد حتى الآن راجعين. حتى الآن يعمل هذا المستشفى أستاذ ماجد؟ أكيد أنه يعمل إلى يعني الآن. هذه المشكلة، يعني إذا كان هناك فعلا لكن عمله لكن منع منع لعمل عملية تكميم، والله نسوي عملية اثنتين ثلاث. بالنسبة لعمليات التكميم نعم، هم أصدروا بيانهم الأخير صحة الطائف أنه أوقفت هذه العمليات، ونحن مع صحة الطائف ننتظر إلى الآن يعني مستجدات هذا الأمر. نعم. وأيضا كذلك دور وزارة الصحة، لأنه لا يعني لا بد أن يكون هناك دور من الجهة العليا وزارة الصحة على جميع المستشفيات بالمملكة، وليس هذا المستشفى بحد، لأن عمليات التكميم أخوي عبد الله ترى من العمليات الخطيرة جدا، يعني عليها مضاعفات، يعني تحدث مضاعفات يحتاج إلى فريق طبي متكامل.
استشاريين، مجموعة استشاريين بلا شك. ليس استشاري في الوقت، في هذه العملية. الوقت داهمنا أستاذ ماجد، شكرا جزيلا لك، وأنت محرر طبعا في صحيفة عكاظ التي نشرت هذا الخبر بكل تأكيد، في العديد من المعلومات صادمة. إحنا لما نتحدث عن الوفاة بكل تأكيد أنه القضية تستحق أن يكون فيها تحركات أقوى، تستحق أن يكون فيها رد من قبل وزارة الصحة. قبل ما نبدأ الفقرة أعطيناهم المساحة، لأنه إحنا دائما ما نسعى أنه كل الأصوات تكون موجودة. ما نعرف ليش طبعا الكل كان يقول أن نروح للمتحدث الرسمي في الرياض، ولا المتحدث طبعا يتحدث عن صحة الطائف أن هي اللي تصرح لهم المساحة غدا. وننتظر أيضا المزيد من الشرح. إحنا نتحدث عن روحين وروح ثالثة كانت ستذهب من هذا المستشفى. لا يجب أن والله تلتزم الوزارة الصحة، يجب أن تعلن كافة التفاصيل عشان نستمع إلى وجهة نظرها. كل الشكر.